الرحمن الرحيم. الحمد لله على الفوز. يمكن مثل ما شفتوا بلشنا اول شوطين بدايه مو قويه، بما ان احنا ما كنا قاعد نلعب مباريات دوري وموقفين صار لنا فتره. في الشوط الثالث والرابع بلشنا ناخذ رذم الفريق، بلشنا نركض، بلشنا نحرك بعض، بلشنا نشوت، بلشنا نلعب. كنا اقوى من الشوط اول شوطين بوايد. الحمد لله يعني النتيجة كانت زينة، بس عندنا شوية أغلاط لازم نعدل عليها، إن ما نبلش مثل هالبداية هناك، خصوصا إن شاء الله بأرض فريق شباب أهل دبي. إذا بلشنا بهالطريقة ممكن يبقون منا مباراة، فإن شاء الله إن نبلش بداية قوية ونختمها هناك إن شاء الله بدبي. Hey, today was a pretty good game for us. We were a little bit overmatched. We have a lot of guys injured right now, so the first half we played, identical to what we wanted, what we needed to play, which was slow the game down, try to be tough with the guys. We have another game on Tuesday, and we look forward to doing the same thing. Hopefully, taking it, giving them a tougher fight towards the end. But obviously, Kuwait, they're the best team in Wassel, and they play like it today.